السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام بالخوت والخواتات وبالحباب والحبابات، كديرين؟ بخير، لبس عليكم. تمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. وتحيه ايضا حتى لوليداتي لبنياتي، البنيات الصغيره الصغار والوليدات الصغار حتى هما متبعيني، الله يحفظهم ليا والله يخليهم ليا، يا ربي يفرحهم وينجحهم في حياتهم. مهم كما قلت لكم فيديو جديد، انا غبرت عليكم يا البنات، راكم عارفيني مع الخدمه وزائد العجز راني كنصور، وعندي فيديوهات بزاف مصوراهم، ولكن المونتاج وباش نحطهم لكم في القناه العجز كيقتلني. وكما كنقول لكم دائما، لان كنلقى الدعم ما كاينش، خاصكم كتزيد تعكس اكثر واكثر واكثر. المهم نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وهنايا كما كتشوفوا خاصكم شادين الطريق اختي، دائما حنا مع الطريق مع السفر. المهم غادي انا والزوج ديالي ووليدي واحد الويكاند، خرجنا هكا كنبدلوا غير الجو، ندي هكا كمجد شويه يلعب، وحنا نبدلوا الحيوطه ونبدلوا الوجوه هكا وصافي، ونبدلوا نرتاحوا صافي. كما كنقولوا نحيدوا الطاقه السلبيه ونجيو بالطاقه الايجابيه وبالحيويه والنشاط. المهم هنا كما قلت لكم انا غادا كنمشيو، اما دائما يعني في ما كنبغيو نخرجوا، حنا كنخرجوا اما نمشيو العربيه ولا كان واحد سطات، ولا كنمشيو لكازا اللي قريبه لينا. المهم بلايص اللي كيكونوا قراب لينا اللي ما ياخذوش لنا الوقت، حيت غنمشيو في نهارنا ونرجعوا. وهنا شدينا التران، ركبنا في التران ديال 2:15 من محطه من سطات، كي غادي ان شاء الله لكازا. فبحكم اننا ما فطرناش الصباح بكري، يعني فطرنا معطلين، ما شرينا غير هاد السيجار هكا سطيله السيجار مالحين، ايوا خديناهم وقلنا هادو باش نتغداو. وشو ما جرى كلا بيمو كلا، حنا ضروري نركبو، يركب مهم يركب في التران في الكار، في ضروري تكون عندي الماكله في يدي، دا غادي في الطريق شاده وناكل. ايوا هنايا كن قلت لكم مجد كلا بيمو مبقاش باغي ياكل حتى حاجه. المهم حنا غادي ناكلو قبل ما ننزلو من التران، وخليكم معايا. نتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكما كنقول لكم دائما ما تنساوش خاصكم لي لايك، واللي باقي ما اشتركش عندي في القناه فكنقول لكم عافاكم، دوروا في قناتي شوفوها، شوفوا فيديوهات، راه كاين فيديوهات اللي زوينين هكاك، كاين فيديوهات اللي تبارك الله طالعين، وكاين فيديوهات اللي طايحين، حيت قناتي قناه متواضعه وبسيطه، كنشارك معكم شي حاجه مشيت ليها، اللي طيبت شي حاجه تنشاركها معكم. المهم اي حاجه تنديرها تنشاركها معكم. نتمنى هاد القناه غير تزيد القدام ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله يعني نشارك معكم الجديد والجديد. مهم هنا راجلي كنا جينا للمارينا، حيت هي اللي قريبه لكازابور، وتبارك الله فيها بزاف تاع المكازات، يعني العديد 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 من الماركات اللي بغيتيها كاين هنا في مارينا، حوايج هكاك صبابط سباديلات اي حاجه مواعن اي حاجه اي حاجه بغيتوها كاينه في مارينا. هنا راجلي قلت لكم كان باغي ياخد سبرديله، دخلنا لديكاتلون فما لقاش هو قدو، صدقت انا صدق مسكين واخد ليا، انا بانت ليا واحد سبادريه خداها ليا، عاود دخلنا لهاد البوتيكه زوينه الصراحه، خدا منها حتى هو سبادريه لانه هو اللي كان باغيها، كتجي ساهله في الخدمه كيلبسها كتجي خفيفه في الخدمه. مهم خديناها، خدينا تقدينا داكشي اللي خاصنا، خدينا كلاص صافي، بقينا تندورو هنا في هاد مارينا، خلينا مشاو كنا فيها كاين فيها الالعاب، دينا حتى هو لعب شويه، مشينا جيت كنطلعوا على البحر. مهم درنا مزيان، ديجا انا درت لكم، ديجا انا مصوره لكم هاد مارينا، فالصراحه والله لا زوينه زوينه، راها قريبه لكازابور بزاف، راه على رجليكم تجيو لها، يعني ما تحتاجوش انكم زعما تهبطوا من كازابور وتشدوا شي طاكسي، لا لا على رجليكم قريبه بزاف بزاف، قريبه غير جيو ليها، فيها مكازات غادي غادي ترتاحوا فيها، وغادي زوينه غتشوفوا شي حوايج عجبوكم. وسمحوا لي انا صورت لكم هنايا طواليت اعزكم الله، هذه عجبتني، علاش دايرين لي طواليت الكبار وما نساوش الدراري الصغار؟ هذا الشيء باش عجبوني بزاف وصورتهم لكم، يعني غير باش انكم تشوفوا هنايا كيفكروا حتى في الوليدات، ديري لهم طواليت خاصه فيهم
وهنا والله الا كتحسوا بحال ما كاينينش في المغرب، بحال فشي بلاصه نيت في اوروبا، ولا ديري ليهم لي طواليت ديالهم الصراحه كلشي نقي وزوين، واخا كاينين الناس بزاف وكلشي كيستعمل تيدخل يعني تيستعمل لي طواليت، ولكن الصراحه نقيه نقيه واقفين عليها لي فام دو ميناج، واقفين خدامين تبارك الله عليهم. هنايا نتوما شوفوا حتى البلاصه اللي كيغسلوا فيها الوليدات، يعني ديري ليهم داكشي خاص بيهم. عجبتني هنايا دايرين هنايا فهاد البلاصه كاينين الحمامات اي المراحيض، ودايرين المسجد، وعجبوني هاد الدريات اللي دايرين الصراحه زوين زوينه زوينه بزاف، وحتى الزليج راه بلدي. مهم كنتمنىكم تجيو تشوفوا مارينا وتزوروها وتوما تبدلوا فيها الجو وتقداو، راه ماشي زعما تقولوا البوتيكات راه غاليين، راه كاين الغلا وكاين الرخيص، راه كل واحد كيمشي على قد جيبه، راه ماشي ضروري انك غتمشي راه البوتيكات كلشي غاليين. مهم خرجنا حنا من مارينا ومشينا للبرنس ودرنا تاعينا، جينا الجوع وقلنا نجي ناكلو ناكلو، جينا لهاد البلاصه كنت كناكل فيها انا وراجلي قبال، يعني في ايامات يلا تزوجنا كنا كنجيو ناكلو هنا بزاف حدا البرنس، يعني درب عمر برنس قريبه تمايا. صافي جينا تغدى كلينا ايوا لالا، ورجعنا لكازا بور باش نشدو تاني الترين ونرجعو في حالنا نباتو في دارنا. يا ختي دارنا ولكن محسن من دارك تباتي فيها وترتاحي. صافي هنايا جينا، راه باقي الترين باقي، قلتلي بلا ما ندخل لداخل نبقاو غير هنا، من هاتا مش كان كيلعب وجالسين مرتاحين، وختي وكاين الويفي ونجلسو تما مرتاحين رتاحين قبل ما يوصلنا الوقت ديال الترين ونمشيو. انا تنصور لكم صراحه الدنيا زوينه والله، كتجي لهاد البلايص كتحسي براسك راه ماشي في المغرب. المهم بغيت نوريكم اختي على السبرديله ديالي اللي خديت من ديكارتنو اللي شريها لي راجلي، هي هادي مريحه خفيفه، انا والله الا قال لي راجلي قيسي قيس عجبتني خفيفه حتى للخدمه، يعني ما فيهاش السيور اللي بقاو يديرونجيك دغيا تلبسيها، ولون واحد يعني يجي مع كل شيء الصراحة، وأثمنة مناسبة، راه ماشي نقول لكم راه غاليين، أثمنة مناسبة، راه كتعرفوا ديكاتلون راه أغلبية المغرب كله راه شاري منها سبادريات، ماشي شي تمن اللي غالي. وختي خديت أنا وراجلي في الكحل بجوجنا ختي كحل كحل، حتى هو خد سبادرية خفيفة الصراحة وزوينة، هو أنا خديت من ديكاتلون وهو خدا من فلو. هاد فلو والله الا زوينه الصراحه، غير المدن الكبار ما تيديروش فيهم بروموسيون، كيديروهم في المدن الصغيره، يعني تقدري في مدينه صغيره بحال جديده بحال المحمديه تاخدي سبرديله وحده تخلصي وحده تاخديها فابور، هنايا لا قالك هنايا بحال مارينا بحال في كازا ما كاينش هاد البروموسيون. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش ملي لايك ومن شي كومونتير زوين بحالكم، ومع السلامه الى فيديو قادم إن شاء الله.